أوقات لما نشوف بعض التصرفات عند أطفالنا منعصب كتير. المشكلة هي وقت نستعمل طرق عنيفة مثل الضرب، القصاص أو الصريخ تنجرب نغير هالتصرفات. لما نكون معصبين ضروري نتجنب نتعامل مع أطفالنا، والأفضل نفضي هالشعور بحيلا طريقة بتناسبنا بعيد عنهم. ولما نروق لازم نحكي مع أطفالنا ونفرجيهم أنه منحبهم حتى لو هن مش شايفين حبنا بسبب الغضب. مهم كتير نعتذر من أطفالنا إذا أذيناهم بأي شكل، وبالآخر منفسر لهم سبب التعصيب بلا ما نحسسهم بالذنب، ومنتفق على طريقة تصرف بتناسبنا اتنيناتنا تنحل المشكلة الأساسية. إذا كنا عم نلاقي صعوبة بالتعامل مع أطفالنا مش غلط نسأل اختصاصيين. خلينا أهل للتربية.